حسين مهندس كمبيوتر ومتخصص في إدارة الأنظمة، راجل متعلم وشاطر يعني. حسين كان بيدور على شغل بقاله فترة على لينكدين، وبعدين ربنا كرمه واشتغل في بنك، وكان معروف عنه إنه كوميدي وشاطر وعنده قدرة على حل المشكلات بسرعة. في يوم الصبح كده وحسين بيشرب القهوة لقى إيميل جايله من إدارة قسم الآي تي إن في مشكلة أمنية حصلت في شبكات البنك، وكل الموظفين لازم يغيروا كلمة السر، فلازم تضغط على اللينك يا عم حسين لتغيير كلمة السر وتفعل الدخول بخطوتين. حسين ما ترددش وضغط على اللينك. يا ترى بقى ايه اللي حصل لحسين؟ اهلا بيكم في كود بريكر مع محمد الجن. اهلا بيكم. مهما كنت شاطر في الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، احيانا بيجيلك وقت اما انك ما تبقاش مدرك للفخ اللي قدامك، او بسبب ضغوط الشغل وعدم التركيز لانك مش شاكك انك مستهدف من اي حد. ده اللي حصل مع حسين صاحبنا. الراجل ده كان لسه متعين في البنك ما بقالوش كام يوم، والصبح جاله ايميل عادي جدا من إدارة تكنولوجيا المعلومات في البنك. حسين طبعا ما شكش لحظة في الايميل. اللي ما كانش يعرفه صاحبنا بقى انه كان مستهدف من مجموعة خطيرة من المجرمين على الانترنت بيستهدفوا المؤسسات البنكية عن طريق اللي شغالين فيها. حسين طبعا زي ما قلت لك في اول الحلقة كان بيدور على شغل على لينكدين، وكان كاتب بصراحة كده كل الحاجات بتاعته على الموقع، وده موقع كل المحترفين عليه تقريبا. بس الحقيقة مش المحترفين بس، في عندك كمان مجرمين وجهات استخبارات وجواسيس وكل ما لا تتخيله على المنصة دي. حسين برضو لما جات له الوظيفة في البنك فرح طبعا، وكتب على لينكد ان انه اشتغل في البنك الفلاني، وبما انه كان حاطط لينك للسي في بتاعته وهو بيدور على شغل، فالمجموعات الإجرامية جابت معلوماته من الانترنت ومن لينكد ان. هتقولي طبعا وحسين ازاي اصلا يثق في ايميل جاله كده انه غير الباسورد بتاعه بالسهولة دي؟ ده كلام جميل، بس الايميل اللي جال حسين ده جاي من ايميل إدارة تكنولوجيا المعلومات في البنك فعلا، مش ايميل مزيف. الايميل بتاع الإدارة اصلا مخترق، وايميل رئيس مجلس الإدارة كان برضه مخترق، والهاكرز استخدموا الايميلات دي علشان يخدعوا باقي الموظفين المهمين في البنك واللي عندهم اكسس لداتا ممكن تفيدهم في تحويل فلوس او الدخول لشبكات البنك. كل الناس دي تم اختراقها في الاول عن طريق استهداف العاملين في البنك عن طريق البحث عن معلوماتهم على الانترنت، وبعدين الهاكرز بعتوا ليهم ايميلات من ايميل زي ايميلات البنك بالظبط. والموضوع بدا طبعا بالناس اللي بنسميهم نون تكنيكال، يعني الناس اللي ما عندهمش خبره كويسه بالكمبيوتر والتكنولوجيا. ليه بقى؟ عشان لو الهاكرز بدأوا بالناس اللي فاهمين في التكنولوجيا الموضوع ممكن ما ينجحش، لكن هم دايما بيستهدفوا الحلقة الأضعف والأقل وعيا زي الناس اللي مش متخصصة في التكنولوجيا، ولما ينجحوا في اختراق إيميلاتهم يبدأوا يستهدفوا الناس الأكثر وعيا واللي فاهمة، لأنهم ساعتها هيبقوا مش شاكين في الإيميلات اللي بتيجي من الناس اللي معاهم في المؤسسة. يعني تخيل مثلا المدير يبعت لمدير الحسابات في البنك يقول له حول الفلوس للحساب الفلاني. لو مدير الحسابات مش مركز وقرر انه يتصل بالمدير يتأكد منه، ساعتها اقول على الفلوس كل سنة وانت طيب. نفس الوضع لما يجي لحسين ايميل من إدارة تكنولوجيا المعلومات في البنك يطلب منه انه يغير كلمة السر بتاعته، تفتكر هيبقى عنده شك؟ في ظروف كتير زي ما قلت لك ممكن تخليه ما يشكش ويضغط على اللينك ويغير الباسورد. بمجرد ما حسين اصلا ضغط على اللينك، في فيروس خبيث نزل على الكمبيوتر بتاعه، والفيروس ده ما اتكشفش ببرامج الانتي فيروس على جهازه، وكل سنه وانت طيب. الهاكرز بقى عندهم اكسس للجهاز بتاع حسين ومنه لشبكات البنك، وقدروا بقى تخطوا اغلب اعدادات الحمايه اللي موجوده داخل البنك، وبكده قدروا يوصلوا لبيانات كتير جدا. بعد كام يوم كده حسين ما كانش مدرك اي حاجه، لكن جاله رساله غريبه على الكمبيوتر بتاعه ظهرت على الويندوز بتقول له احنا رصدين كل اللي بتعمله على الكمبيوتر، يا اما هتتعاون معانا او هنبعت ايميل للمدير نقول له ان البنك مخترق وان انت السبب. حسين طبعا لقى الموضوع صعب على سمعته، خصوصا انه لسه متعين في البنك جديد. ملقاش بقى حل غير انه يشوف ايه اللي هم عايزينه، وبداوا يطلبوا منه اكسس لبيانات معينه، وبدا يشتغل معاهم وبقوا بيحركوه زي الدميه بالظبط. طبعا الموضوع ما عداش كده، فريق امن المعلومات في البنك حس ان في حاجه غلط وان في تصاريح متغيره في السيستمز والشبكات، وبداوا يحققوا في الموضوع لحد ما مديره امن المعلومات وصلت لحسين. المفاجاه ان حسين انكر اي حاجه وقال لها انا مش عارف ايه اللي بيحصل، وحاول يبعد التهمه عن نفسه طبعا ويقول ان حسابه تم اختراقه. لكن للاسف الهاكرز كانوا مسحوا كل الادله على الجهاز بتاع حسين بانهم موجودين على الجهاز اصلا. حسين ما لقاش قدامه مفر غير انه يعترف انه ساعد الهاكرز، وانه ممكن يحاول يكشف معلومات عنهم من طريقه الهجوم اللي استخدموها، وانه كان كاتب ومسجل كل حاجه بتحصل معاه كل يوم، علشان هو كان حاسس انه هيحتاج المعلومات دي في يوم من الايام لو الموضوع كبر، وللاسف دلوقتي بقى هو المتهم الاول. المهم فريق امن المعلومات قرر يتعاون مع حسين، وحسين قدم كل المعلومات اللي كان يعرفها عن الهاكرز
وكانت المفاجأة بعد التحقيقات إن الهاكرز سرقوا حوالي 75 مليون دولار من الهجوم ده، واللي استهدف كمان مدير البنك اللي استخدموا إيميله وبعتوا منه إيميلات لموظفين التحويلات في البنك عشان يحولوا فلوس لحسابات وهمية في بلد تانية. من يومها بقى وحسين بقى شاكك في صوابعه وبقى بيكتب كل حاجة زي الصول حسين بالصوت. اكتب يا حسين اكتب كل كلمة بيقولها. حضر. وكل كلمة ما بيقولهاش. اكتب يا حسين اكتب. لو فاكر القصة اللي حكيتها لك دي كوميديا او قصة خيالية، فحب اقولك ان الموضوع ده حصل فعلا وبيحصل كل فترة من استهداف لمؤسسات بنكية بنفس الطريقة، ودي معروفة باسم spear phishing attacks. طبعا ممكن تكون فيها تفاصيل كتير تانية وتقنيات تانية في الاختراق، مش بس استياد المعلومات واستهداف موظفين بعينهم، لكن ممكن يكون فيها برامج تجسس وفيروسات زي ما شفت كده في حكاية عم حسين. خد عندك مثلا مجموعة الهاكرز الروسية المعروفة باسم TA-505. المجموعة دي تستهدف المؤسسات البنكية عن طريق هجمات استياد المعلومات، ودي من أكتر المجموعات الإجرامية تعقيداً في تقنيات استيراد المعلومات لحد دلوقتي. المجموعة دي شغالة من 2014 تقريباً، وكل شوية بتستهدف مجموعة من الجهات المصرفية، وعملوا حملة على مستوى العالم في 2021 استهدفوا فيها مجموعة من البنوك بفيروس اسمه ميرور بلاست، وهم معروفين بطريقتهم في التخفي والاحتيال واستخدام تقنيات الخداع للضحايا، واللي وصلوا لحوالي 1000 مؤسسة حوالين العالم. المجموعة دي بتستخدم تقنيات سرقة البريد الإلكتروني وكلمات المرور والفيروسات والتخفي وكمان فيروسات الفدية، وكمان معروف عنهم انهم من اكتر المجموعات الإجرامية اللي بتغير البرامج الخبيثة او الفيروسات اللي بيستخدموها في كل هجماتهم. من الآخر، النوعية دي من الهجمات معتمدة بالأساس على الهندسة الاجتماعية او السوشيال انجينيرينج. بالرغم من كده، في ناس كتير جدا خبراء ومتخصصين بيقعوا في الفخ وبيتعرضوا للنوع ده من الهجمات اللي بقت معقدة جدا وفيها طرق مبتكرة. طرق الحماية كتير طبعا، أهمها الوعي الأمني وإن سعادتك ما تعملش زي حسين. لازم تكون متشكك في أي حاجة إلى أن يثبت العكس، ولازم تتحقق من الشخص اللي بعت لك الإيميل، مش عشان الإيميل جاي من إيميل شخص موثوق فالموضوع تمام. اتعلم بقى مخاطر أمن المعلومات وإزاي تحمي نفسك، واستخدم تقنية التحقق بأكتر من خطوة أو المالتي فاكتور أوثنتيكيشن. طبعا مفيش غنى عن برامج الحماية، رغم ان في فيروسات كتير جدا بتستخدم الذكاء الصناعي وبتعدي من برامج مكافحة الفيروسات، وده يخليك طبعا تشوف ايه البرامج اللي بتعتمد برضو على الذكاء الصناعي في الكشف عن النوعية دي من الفيروسات. ياريت دايما تحط في دماغك انك ممكن تكون مستهدف وانت مش واخد بالك، ومش بالضرورة تكون انت الهدف، لكن ممكن تكون خيط لهدف تاني اكبر. استنونا في حلقة جديدة مع محمد الجني.